تواصل لجنة الإدارة المحلية بالنواب بحث عدد من مشروعات القوانين لعرضها على الجلسة العامة، حيث تبحث اللجنة اليوم مشروع قانون منادي السيارات، حيث من المرتقب أن ينظم مشروع القانون عمل منادي السيارات الذين يتواجدون في الشوارع وساحات الانتظار من خلال لجنة في كل محافظة. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون لن يسمح لأي منهم بالعمل دون ترخيص رسمي من الدولة.